100 حالة من كل مليون شخص في البلاد بحاجة إلى زراعة الكبد سنوياً. برنامج زراعة الكبد الجديد هو ثمرة جهود فريق طبي متكامل من مستشفى مبارك بالتعاون مع مستشفى كينغز في لندن. بالبداية أنا بأشكر وزير الصحة الحالي دكتور جمال الحربي على رؤيته ودعمه لهذا المشروع. أغلب الدول الغربية الآن مو قاعد تزرع كبد لغير المواطنين، فبالتالي المواطن الكويتي قاعد يعاني كثيراً لما يروح أمريكا ويروح لندن ويروح أي مكان ثاني للحصول على زراعة الكبد، والكبد اللي حصله أحياناً ما يكون بالجودة اللي موجودة عندنا من المتبرعين المتوفين بالكويت. أغلب المتبرعين المتوفين بالكويت صغار بالسن، فبالتالي الكبد راح يكون كبد صحي جداً healthy. ما يقارب 500 ألف دينار هي تكلفة زراعة الكبد للمريض الواحد في مركز كينغز في لندن، تتحملها الدولة بالكامل. ميزانية غير تقديرية بينت أن مجرد تقريبا 30 إلى 40 حالة تم زراعتها في لندن بس، غير عن المراكز الثانية في أمريكا، كلفت تقريبا 30 إلى 40 مليون باوند، ميزانية غير رسمية في آخر 4 سنوات. راح تكلفنا وايد أقل عن طريق هذا التعاون، قدرنا أن نحققه عن طريق برنامج الأطباء الزائرين بما لا يكلف أكثر من 15 ألف دينار. تزداد حالات الإصابة بالتليف الكبدي في البلاد بسبب السمنة المفرطة والالتهاب الكبدي. الحاجة لزراعة الكبد بالكويت عالية جدا بسبب تعدد أسباب التهاب الكبد والأمراض اللي تصيب الكبد بتؤدي إلى تليف، فبالتالي مضاعفات الكبد. إحنا بالكويت عندنا نسبة السمنة عالية جدا، فبالتالي إحنا متخوفين أن ممكن حتى في المستقبل نسبة وجود تليف الكبد يزيد، وحاجة الناس إلى زراعة الكبد هم راح تزيد. الفريق الطبي في مستشفى كينغز في لندن أشادوا بالإمكانيات الطبية العالية لوزارة الصحة لإجراء عمليات زراعة الكبد. ممكن نجيب كبد من الكويت ونستعمله بلندن من بيشن من الكويت. القصة إنه هاي الأمور شوي معقدة والمسافة بتكون كبيرة، فتناقشنا إنه ممكن نساوي نفس الشيء بس بمركز كويتي، واتفقنا كمان انه اول عمليات لزراعه الكبد بفريق من الكينجز من لندن بيجي لهون وبنساوي العمليات هون سوا. لمعاينه الحالات الجديده التي تحتاج الى زراعه الكبد، انشات وزاره الصحه عياده لفشل وزراعه الكبد في مركز هيا الحبيب للجهاز الهضمي. لما ابو علاوي، تلفزيون دوله الكويت.